ايه ده؟ انتم صاحيين لغايه دلوقتي ليه؟ مش في مواعيد للنوم؟ قلقنا عليك يا مولاتي الكهرمانه. انت عارفه يا مولاتي ان مفيش واحده تقدر تخرج من الباب غير باذن منك. محدش يقلق عليا. يلا روحوا ناموا. يلا روحوا اتخندوا وناموا. المشوار كان صعب عشان خاطر بلدنا الصعب يهون. طب وامتى هنقوم؟ ستنا قالت كل شيء بهوان. ايدك معايا. انتوا زهقتوا مننا ولا ايه يا ستنا؟ نزهق منكوا ازاي؟ ده انتوا الخير والبركه. من ساعه ما جيتوا لنا واحنا اطمنا على سلاحنا نجيبه منين، بس عايزين نطمن اكتر. اصل المماليك دول ما لهمش امان، بس اصلهم اكتر منهم. عايزين يبقى عندنا اكتر من حته نعمل فيها السلاح، عشان لا قدر الله لو مكان وقع يبقى عندنا التاني جاهز وموجود، وانت اللي هتبقى مسؤول عن كده. مدد مدد يا ست البهاليل. مدد، اوعى تنسى اسم الست صاحبة البيت. اطمني يا ستنا، زنوبة، حد ينسى زنوبة؟ اخر بيت على اليمين في اول حارة سد بعد الجامعة على طول. وخلي بالك من نفسك. من ايه يا ستنا؟ زنوبة بتدور على عريس. يا منجم المهالك، عموما الخوف مش عليا يا ستنا. انا هسلمه هو وعدته لزنوبة وهرجع لكم مساق سليم. المهم بقى الخوف على اللي هيقعد معاها في بيت واحد. انا اللي اعرفه ان زنوبه لما بتحط عينيها على حد ما بيفوقش غير وهو قاعد جنبها في الكوشه. قول لها من اول لحظه انك متجوز وعندك دسه عيال قد كده. ده الوحيد اللي في زمايله اللي مش متجوز، عشان كده هتفرد شبكتها عليه. انا لله وانا اليه راجعون. ما تستعجلش، يمكن تكون حلو. ابن اختها بيقول انها بقالها 10 سنين بتصبغ شعرها بالحنه. احسبها انت بقى يا اخي. انت في ديك الساعة لما بابا كلها في الرايحة والجاية تقول جوز النوبة اهو، جوز النوبة اهو. من بعد اذنك يا ستنا، خد يا عم ويلا بينا بقى لحسن اتأخرنا على الست زنوبة. يلا مع السلامة، وهنبعت لك الصنايعية على هناك، واول ما يبتدي الشغل هنعدي عليك نطمن. اصحى يا عدنان، اصحى. انت ايه اللي بتقوله ده؟ طب بذمتك ده وقته؟ انت ليه محسساني ان انا اجرمت؟ ولا حطيت ايدي في ايد المماليك ضد الناس؟ والنبي يا اخويا تبطل تشبيهاتك دي. تشبيهات ايه؟ انا مش عارف انت واقفه ضدي ليه؟ ده حقي، بحب وعايزه اتجوز، فيها ايه يعني؟ ما انت سبق واتجوزتي وكان ساعتها الدنيا مولعه، والناس كلها كانت بتقول ان فرحك لازم يتاجل. لولا بقى اخويا خليل الله يكرمه وقف معاكي وقال ان الحياه لازم تستمر والجواز لازم يتم. دلوقتي انتوا الحمد لله متجوزين. ما بطلتوش كمان تحاربوا ضد المماليك. يا احمد يا حبيبي، انا مش قصدي امنعك من الجواز على طول، انا قصدي يعني ان ده يكون وقتيا، لان في مشكله اهم واكبر اولى بتفكيرنا واهتمامنا وجهدنا. يا عزه يا حبيبتي، ما انا معاكوا دلوقتي على الحلوه وعلى المره، ما هربتش يعني وقلت انا مالي. يا سلام عليك لما بتشبط في حاجه. انا ما بشبطش يا عزه، وبعدين دي مش لعبه ولا خنجر بجراب عشان ازن لغايه ما يجيلي. ده حب، عارفه يعني ايه حب، ومش هتنزل عنه تحت اي ظرف من الظروف. طب انت عاوزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ عايزك تديني ميعاد
اروح اقول لعم محمود ونقعد معاهم في البيت، يعني ربط كلام. ان شاء الله يا ستي تكون قرايه فاتحه. وعاوز الميعاد امتى ان شاء الله؟ براحتك، بس خلي بالك الراجل وبنته بيلفوا طول النهار بالارجوز وخيل الضل في الشوارع، يعني ممكن تكون ظروفهم ملعبكه شويه. احنا نشوف ظروفهم ايه ونحدد على اساس ده. وعلى كده بقى خليل اخوك عنده فكره؟ يو من زمان وقال لي مبروك اتكل على الله. بس خليل اخوك يعرف الحب من زمان قوي وغرقان فيه لشوشته. اهو انت كده بقى اتجرأت. جرأت ليه؟ لا جرأه ولا حاجه، ده كلام في الحب يا اميره الحب، ولا انا غلطان؟ لا مش غلطان يا احمد، عزه كده فعلا، دي شافت اهوال عشان تحافظ على حبها كده برضو يا ستنا. او انت بقى كده هتخليه ياخد عليا؟ ما ياخد، هو له من غيرك. انت يا امي امنا كلنا. قولي بقى ناوي تعمل ايه مع رؤية؟ هتجوزها طبعا. ما انا عارفه انك هتتجوزها، انا قصدي يعني شغلها. هترضى انها تخرج كل يوم مع ابوها في الاراجوز وخيال الضل؟ يعني لو في فتره الخطوبه ممكن. شفت بقى، عشان كده لازم تفكر كويس وتتاكد مش بس من مشاعرك ولكن من ظروف حياتكم مع بعض. اهو ده الكلام، مدد يا ستنا مدد. يعني انت شايفه ايه دلوقتي يا ستنا؟ انا شايفه ان انت ورؤية لايقين على بعض، وانها لازم يبقى لها دور في الحياه زيك بالظبط، ولازم تقتنع بحقها انها تشتغل ما دامت قادره على الشغل. ولا تفتكر اننا ممكن نقف قصاد المماليك بنص بلد بس؟ طب يا عزة احنا هنروح لعم محمود امتى؟ والله انا لو كان عليا لولاش الوقت متاخر كنت قلت لك يلا بينا. مبروك يا احمد، عم محمود ورؤية منتظرينك في اي وقت. كان شعرها عايم على وش الميه، خدوا الطيار وخدها ودات. يا فين يا فين؟ بخير يا خالة، ماتت يا ست ورجع عن قريب ان شاء الله. لا مش هترجع الا لما تاخد بطارها وتركزها وعيالها. دبحوه قدام عينيها وراسه قاعد جوه حجرها. رضوى يا خالة بلاش تتكلمي، ارتاحي دلوقتي وتتكلمي بعدين. وعافيها بعدين، خلاص. فاطمة، بدي يا فاطمة. ريم. مش ناسي بس يقول الأول. اطمني يا خالة اطمني، طار رضوان وطار الكل. لاحظ. أيوة يا خالة، لو جبت بنت سميها صبري. من عليا يا خالة، بس انت تقومي بالسلام. أقوم خلاص، اسلم ابني ناديني. يا فاطمة هسلم لك على أبوكي وعلى رضوى وعلى الله. Oh!
انا ممكن اعرف حبيبي ماله؟ مفيش يا حبيبتي، تعبان شويه بس. الشغل؟ هو في غير الشغل؟ مشاكله بتزيد يا جلشان. يا حبيبي مش احنا اتفقنا تسيب الحاجات دي بره، ما تجيبهاش معاك للبيت. اعمل ايه بقى؟ المشاكل بتهب عليا حتى على مخدتي وبتقلق نومي. نادر، هو في حاجة جديدة؟ قولي حاجات جديدة. يعني ايه؟ يا حاجات بظلم دي مش ناوية تموت؟ المسألة أخطر من كده بكتير. الحرافيش طلعت قوتهم أكتر مما كنت متخيل. بس اللي مضايقني أكتر يا جلشان إني كدبت على السلطان. السلطان اللي بيحبني وبيقدرني. ما هو كمان محبكها قوي، أنا مش فاهمة دي. يعني أنت هتعمل له إيه؟ هتضرب الأرض تطلع حلول لكل المشاكل؟ ألفت له حكاية ملهاش أي أساس ونسبتها لديوان البصاصين. قلت له إن هما شافوه وهو بيعدي لبر الشام. ولما البدو عرفوه رمى لهم ذهب عشان يعدوه. يا سيدي أحسن، خليه ينسى الحكاية دي ويسيبك تاخد نفسك شوية. مش كفاية عليك النهاردة وبكرة؟ أنت مالك ومال اللي حصل امبارح؟ عندك حق والله يا جلشان. أنا مالي ومال اللي حصل امبارح. كفاية اللي بيعملوه المجازيب. مش يمكن الفتة اللي بيوزعوها عليهم مش مكفياهم؟ ارموا لهم شوية فتة زيادة. خلاص؟ المشكلة بقت في الفتة؟ ما انت اصلك قاعده هنا يا جلشان مش عارفه ايه اللي بيجرى في الدنيا بره. يعني هم عاوزين ايه؟ دول ناس حتى مش شايلين هم اللبس. الواحد فيهم بيخش بالزجيبه المرقعه بتاعته وبينام مبسوط. عايزين ياخدوا بطار كل واحد من الاهالي اللي اتاذوا من المماليك. عايزين يرجعوا كل اللي نهبوه لعسكر ورؤساء الدواوين. حبيبي دول اكيد اتكلموا. ما تاخدها كده نكته وخلاص وتضحك وتفرفش. اصل انت من ساعه ما استلمت شغلك الجديد بقى دمك تقيل صراحه. زمان يا جلشان كانوا قاعدين جوه زواياهم وقافلين على نفسهم الابواب. دلوقتي بقى بيخرجوا في الشوارع ويخطفوا المماليك وياخدوا طلبهم في عز الدور. وعلى راسهم واحده فلاحه من ميت جهينه. دي لوحدها بس محتاجه لها جيش. طب ما تخلص منها وترتاح عشان ترجع لي تفرفش ودمك خفيف زي كده. هفرفش ايه بس؟ المساله مش سهله زي ما انت متخيلها يا جلشان. الحكايه دي عجيبه جدا. والاعجب بقى ان انا مش عارف ليه انا خايف اقرب للست دي. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انا قاعده فيه؟ والي القاهره بحاله خايف من حته ولايه مكذوبه؟ لا، خايف اذيها. لا بقى، انت كده ناوي تضحكني وخلاص. انا عارف ان انت مش هتفهميني بسهوله. انا حاسس ان انا لو اذيت الست دي مش هستريح، هتعب اكتر. احساس عجيب مش قادر افهمه ولا افسره. يا حبيبي انت شايل هم ايه؟ دي حته ست مكذوبه يعني تنفخ فيها كده الطياره. الست دي لو جرى لها حاجه ممكن قيامه البلد تقوم. قيامه مين؟ الزعار والحرافيش اللي زاعه تجمعهم وكرباجي فرقهم؟ عظيم عظيم، مولاي ولي العهد بقى أشطر من كل الجوان. الله الله، شايف وسطك بقى خفيف ازاي؟
جناب الأمير تمر بنفسه لو كنت عايز حد من الجواري كنت بعت لي حد من الأغوات. لا لا مش ده الغرض، دي أوامر سلطانية يا كهرمانة. أوامر؟ مولانا السلطان طلبك بنفسه للوصول قدامه على وجه السرعة. بعت أغا يسأل عليك عند الحريم ملاكيش، لفيت عليك كل القلعة وبعدين اضطريت إن أنا أجيب نفسي. فوجئت إن ولي العهد عند الحريم. اسمع يا كبير الحجاب، الموضوع ده مش لازم يوصل لمولانا السلطان أبدا. موضوع إيه؟ وجود ولي العهد الأمير محمد مع الحريم. أنت عارف إن هو بيحكم رأيه في حاجات غريبة وأنا ما بقدرش عليه، فبضطر إن أطوعه علشان ما يقعدش يدبح في الجواري. مفهوم مفهوم. أنا مش من طبعي إن أنقل حاجات زي كده يا كهرمان، أنا عملي أهم من كده بكتير. ودلوقتي بقى تسمحي تيجي معايا لأن مولانا السلطان مستعجل جدا ومش هيحاسب حد غيري. سمعت انك قايمه بواجبك وشغلك على اكمل وجه يا قهرمانة. كلنا في خدمة اوامر مولاي المعظم. مولاي المعظم، والولد اخباره ايه عندك؟ مولاي ولي العهد ربنا يخليه ليك لحد ما يبقى بعد طول العمر خير خلف لاعظم سلف. ومستواه عامل ايه اليومين دول؟ كويس؟ على اعلى مستوى يا مولاي. انا قصدي في الراس يا قهرمانه الحريم. ما هو لازم يتسلى يا مولاي المعظم. انما انت ما بتتسليش وما بتضيعيش وقتك. اخر مره زرتي فيها قنصوه كان امتى يا قهرمانه؟ قنصوه ترك القلعه ومولانا عارف اني ما بتركش القلعه ابدا 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 ابدا. عظيم عظيم، اخلاص تستحقي المكافاه عليه. الاخلاص والواجب عمره ما يستاهل المكافاه. يا سلام، ده احساس عظيم بالانتماء وانكار الذات مصحوب بمهاره عاليه في فن التشخيص. مولاي هو انت ايه؟ انت ايه؟ ما بتسيبيش لحظة واحدة تعدي من غير ما تفكري وتخططي للمستقبل؟ ايه ده؟ ولا اقولك عندك حق، هو قايت بقى يعني ايه؟ مخلد؟ لك طولة العمر يا مولاي. خلاص الكذب ما عادش ينفعك، الولد بقت نهايته معروفة، البيبرستان. ما انت هديك الحرية الكاملة علشان تختاري نهايتك بنفسك. مولاي اختاري نهاية على مزاجك، انا عارف كويس قوي ان مزاجك فايق ورايق على طول. انا جارية يا مولاي وتحت كعب الامر العالي. امير تمر يا تمر. عمري مولاي، بعد ما تدخلها جناح الحريم اتنين من الحراس يلزموا بابها، لا تخرج ولا حد يدخل لها لغاية لما يصدر مني أنا أمر شخصي. Thank you.
اقعد البهار وامشي معاهم من غير كلام. الحرس السلطاني عنده اوامر باستخدام العنف. يلا لموا الشعر ده بسرعة عشان نوريه لمولانا السلطان. اختفت؟ اختفت يعني ايه؟ انا سألت في كل مكان في القلعة يا مولاي، كل الجواري اجمعوا انهم بقالهم يومين ما شافوهاش من ساعة ما عظمتك امرت بقص شعرها. احنا فتشنا كل ركن في القلعة الا الجناح السلطاني طبعا. جول بهار دي ملهاش اي اثر، ولما فتشنا مخدعها لقينا ان جزء كبير من مجوهراتها مختفي، واللي ادهى من كده ان احنا لقينا ازازة السم دي. السم ده انا مقصود بيه لما فشلت انها تصلي بوسائلها الدنيئه حضرت السم وما لحقتش تدسهولي. مولاي المطبخ السلطاني متامن على اعلى مستوى، نص اللي بيشتغلوا فيه بصاصين على النص التاني، رئيس الطباخين بيتغير كل شهر، وعليه 2 بصاصين متعينين مباشره من ديوان البص، يعني مفيش اي فرصه للتلاعب ابدا. مش موضوعنا ده دلوقتي، خلونا في اللي هربت. لو سمحت لي يا عظمتك يا مولاي، هي ما قدرتش تستحمل منظرها بعد قص شعرها، بدليل اننا لقينا مرايتها مكسوره جوه مخدعها، جريت على النيل رمت نفسها فيه عشان تخلص من حياتها. وترمي نفسها في النيل ليه؟ ما السم كان بين ايديها. عشان ما تموتش في وسط الحريم يا مولاي اللي كانت قهرمانه عليهم ومحدش يشمت فيها.
عموما احنا ما استبعدناش الاحتمال ده، وانا كلفت فريق بصاصين كبير على امتداد نهر النيل لغايه دمياط ورشيد عشان يراقبوا ظهور الجثه قبل ما توصل للبحر. خلاص خلاص، اهي غارت مطرح ما غارت، جاريه ملعونه. انا ورايا هموم اكبر بكده بكتير. المخطط العثماني، ابن عثمان بيحشد جيوش وبيجتاح البلاد من الشام لغايه هنا، ومفيش حد بالسلطنه بيهتم غير بنفسه. مولانا يؤمر. امر بايه يا كبير الحجاب؟ وانت تفهم بالعسكريه؟ عمرك مسكت سيف بايدك ولا اتدربت ولا دخلت معركه؟ قولي كلام ايه ده مولاي يؤمر؟ بالنسبه لديوان البص يا مولاي، فالموضوع مختلف تماما. هتقول ايه انت راخر؟ انت بتبص هنا جوه على الامراء والاتابك ورؤساء الدواوين وبس. مولاي يدعم نفق ديوان البص ونضمن ان نشاطنا يوصل لكل حته في مصر المحروسه لغايه حدود الشام وكل شبر في السلطنه. ايوه، المهم نفق ديوان البص واللي هيدخل جيوب كبار البصاصين. ولا افظع ولا اشرع من كده. انتوا بتعملوا في ايه؟ هو في افظع من كده ممكن يشغل عظمه مولانا؟ طبعا يا كبير الحجاب، الساحات والحواري واللي بيحصل فيها، الحرافيش والزعار اللي كل يوم والتاني يضربوا ضربتهم من غير ما حد يقدر يوصل لهم. لو سمحت لي عظمتك، الموضوع ده بقى انا كاتم في قلبي وساكت. ايه كلام النسوان ده؟ انا كاتم في قلبي وساكت. اصل عظمتك بتعز والي القاهره الامير نادر معزه خاصه. وعلاقه ده بالموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ اصل جنابه مانع اي بصاص تبعنا انه يخش وسط الاهالي او الحواري بدون اذن منه شخصيا. شفته؟ زي ما انا قلت، كل واحد في السلطنه بيدور على نفوذه وعلى مصلحته الشخصيه قدام المصلحه العامه. البلد دي هتحارب ازاي؟ هتصد العثمانيين ازاي؟ هتقف في وجه اعدائها ازاي؟ عيني عليك يا دي البلد. وطبعا ادريس هيدافع عن نفسه. طبعا، وهيستعمل كل الاسلحه، بالرجال والسلاح والبصاصين ولقم التعالب، وعند اللزوم ممكن يستعين بتجريده عسكر والي الجيزه. بس تعرف بيقولوا ان رجالته وقت الشده ممكن يسيبوا واجه مصيره لوحده. ده كلام، واحنا مش لازم نعتمد على كلام. بس تفتكر والي الجيزه هيسعفه بتجريده عسكر حقيقي؟ بيقول لك الفساد بيتلم على بعضه وكله بتمنه. يعني تقدر تجاوب على السؤال ده لو عرفت دفع كامل الوالي. طب وفاطمة؟ فاطمة بعد ما تخلص مهمتها هنسيبها تقعد لوحديها؟ فيش قدامها بقى غير انها تهرب معانا على مصر. مصر؟ مصر اللي البصاصين والطوافين مستنينا انا وانت على بوابتها ونواصيها. تعرف يا عيسى، احنا لو اتمسكنا واتقبض علينا اكيد مصيرنا هيكون الجلدة والحبس، ومش بعيد الشنق. طب وفاطمة هتعمل ايه لما تيجي معانا على مصر؟ هتقعد فين؟ دي عمرها ما خرجت من 100 جهينة. انت نسيت ست البهليل ولا ايه؟ وبعدين يا سيدي السرداب يسع من الحبايب ألف. المهم إن احنا نعمل مهمتنا على أكمل وجه والمقدر يكون. عارف يا خليل، أنا مش خايف من الموت، أنا خايف من الإهانة والبهدلة. أنا راجل دلوقتي متجوز وعندي ناس أنا مسؤول عنهم. بس عارف في حاجتين أنا نفسي أعملهم قبل ما أقابل ربنا. انت انسان طيب وابن حلال يا عيسى، وما بتعملش غير الخير، واكيد ربنا ان شاء الله هينولك اللي انت طالبه. بس يوم بقى المطلبين دول، اضرب ادريس علقه قبل ما يقابل قضاه. انت عارف انا كمان نفسي في المطلب ده. المهم ايه هو بقى المطلب التاني؟ صدقه يا خليل يا اخويا، نفس الهفها كف ما تقومش منه. عرفته، انت لسه فاكر؟ بس المرة دي نفسي أناولها الكف قدام جوزها المحترم. وماله؟ يبقى زعق عليه وقول له ينورنا ويحضر. وهزعق عليه وأقول له يا حضرة نائب كاتم السر، تعالى شوفه على المكشوف، وأول ما يهل هقوم متعزم وقايم بالواجب. ربنا ينولك اللي في بالك. بس أنت ابن حلال والله.